هذا وأصدر البرلمان العربي في جلسته الطارئة بشأن المملكة المغربية التي عقدت برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أصدرت قرارا تضمن رفض البرلمان العربي القاطع للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المملكة المغربية الشقيقة تجاه قضية الهجرة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف السيد عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. سيد عادل العسومي رئيس البرلمان، أهلا ومرحبا بك في نشرة الثامنة. هل لك أن تطلعنا على أبرز ما جاء في جلسة البرلمان الخاصة بالتضامن مع المملكة المغربية بشأن ما أصدره البرلمان الأوروبي بخصوص سياسات المملكة المغربية تجاه الهجرة غير المشروعة؟ مرحبا العزيز، أهلا بك. طبعا أكد البرلمان العربي في جلسته هذا اليوم في الواعة الكبرى لجمع الدول العربية إدانة للقرار البرلمان الأوروبي كان المملكة المغربية، نعم، وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات أساسا لها من الصحة، نعم، معتبرا أن القرار يمثل ابتزازا وتسييسا مرفوضا لجهود المملكة المغربية يمكن حل هذه المشكلة بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بين المملكة المغربية وأسبانيا، كما دعا البرلمان العربي كافة البرلمانات الإقليمية والدولية إلى رفض وإدانة هذا القرار الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا. كما أكد البرلمان خلال اجتماع اليوم وإشادته بالجهود الكبيرة للمملكة المغربية في مجال مكافحة الهجرة واستضافة المملكة المغربية المؤتمر الدولي اللي شهد اعتمادا الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر عام 2018، كذلك استضافة المرصد الأفريقي للهجرة في ديسمبر 2020، والكثير من المبادرات التي قادها ورعاها جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية التي ترسخ قناعة وقدرة ورغبة المملكة المغربية أن يكون عندها دور إيجابي في هذا الجانب. كما أردت أن أؤكد أن تثمين البرلمان العربي لرؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه أهل البلاد الفتى لنشر السلام وإرساء التسامح والتعايش بين الشعوب، والتي تكتسب أبعادا إقليمية ودولية مهمة في تحقيق التقريب بين الثقافات وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم. طبعا قدموا شكر لجلالة الملك، فجلالة الملك يحظى بتقدير كبير من قبل الشعوب العربية ومن قبل دول العربية ومن قبل دول العالم لما يحظى جلالته من إمكانيات أو من قدرات أو من مساعي دائما تسعى لنشر السلام ونشر التسامح، وأن المملكة البحرين دائما تلتزم بالمعايير الدولية في التعاون بالتعاون بين الدول. فباسم البرلمان العربي تم تقديم الشكر والتقدير والعرفان لحضرة صاحب الجلالة، فهو دائما يقوم بمساعي تصب في مصلحة السلم العالمي ومساعي لنشر السلام ونشر التعايش السلمي. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، كنت معنا ضيفا كريما على النشرة، شكرا جزيلا لك.